السلام عليكم، ازيكم؟ حقيقة الحلقة دي في منتهى الأهمية. ليه بقى؟ لأنها فيها أخبار اقتصادية كتير قوي، أخبار نفتها الحكومة وأكدها الإعلام الغربي، أخبار بتشير إن الحكومة في طريقها إنها تشيل الدعم اللي على البنزين والكهرباء والعيش، أخبار كتير قوي. في نفس الوقت في أخبار حوالين انسحاب شركة إيني من حقل ظهر، الحقيقة الحكومة نفت حاجة زي كده والإعلام الغربي أكدها. في نفس الوقت في أخبار جيدة للغاية طالعة من مدينة الجلالة، أخبار كتير قوي، أخبار اقتصادية مهمة جدا، في نفس الوقت بتجاوبك على أهم سؤال، وهو الاقتصاد المصري هيتعدل إمتى؟ ده سؤال مهم جدا حضرتك لازم تعرفه وتبقى شايفه. بس طبعا عشان أقول لك الكلام ده كله وأكشف لك تفاصيله لازم أقول لك القصة من الأول. نخش في الموضوع على طول. ايه الجديد اللي معانا النهارده؟ ممكن يكون مختلف بالنسبه لحضرتك واول مره هتسمعه فيما يخص مدينه الجلاله. هي انا بس عاوز ابتدي من اخبار ايجابيه، مش عاوز اخش في موضوع ايني دلوقتي لان موضوع ايني مش جيد بالنسبه لي، بس انا عاوز ابتدي من اخبار اقتصاديه وهبتديها مدينه الجلاله. مدينه الجلاله وفقا لموقع اسمه موقع العقاريه، موقع العقاريه هو مش موقع معارض مصري ومش موقع يعني مضاد للحكومه المصريه ولا اي حاجه، بالعكس ده موقع محترم جدا وبيتم الاستناد عليه بشكل كبير. الموقع ده فجر مفاجاه من العيار الثقيل وقال لك اللي بيحصل في راس الحكمه ممكن يتكرر في مدينه الجلاله بس على مستوى رفيع وكبير جدا. ازاي؟ قال لك خد بالك لو راس الحكمه كانت دخلت فيها الامارات فقط وخلصت فيها ومفروض هتحول المنطقه دي بشكل كبير، فلازم تعرف ان منطقه الجلاله مش داخله فيها الامارات لوحدها، لا ده في تنافس سعودي اماراتي قطري على منطقه الجلاله ده. ايه منطقه الجلاله؟ منطقه الجلاله دي هي عند العين السخنه او قريبه من العين السخنه، ودي منطقه جبليه اشتغل فيها الجيش المصري، وعاوز اقول لك ان هو مد طرق هناك واتعملت منتجعات سياحيه كتير هناك، ومنطقه عمرانه بشكل كبير. بس اللي قاله موقع العقاريه واللي قلب الدنيا في السوق العقاري هو بيقول لك ان قطر مهتمية جدا انها تبني مدينة اليهود عند منطقة الجلالة دي. طيب مين اليهود دي؟ زي مثلا موجودة في الساحل او موجودة في شرم الشيخ او غردقة؟ قالك لا ده حاجة تانية خالص، يعني عاوزين يعملوا مينا متطورة جدا ومينا تستضيف يهود نادرة كمان او يهود كبيرة، ما صعب انها تخش مواني كتير غير مواني خاصة. فبيقولك قطر مهتمية جدا بالحتة دي وعاوزين يعملوا فيها مينا اليهود. ماشي، ده اول اهتمام. تاني اهتمام السعودية، شركات سعودية شايفين ان هم عاوزين يعملوا مدينة ادارية ومدينة سياحية عند منطقة الجلالة دي. بقى قد ايه استثمارات؟ قد ايه؟ هل مثلا زي منطقة راس جميلة مثلا نتكلم في 13 مليار و 15 مليار دولار؟ قال لك لا، هي 3.5 مليار دولار عاوزين يبنوا مدينة هناك عند منطقة الجلالة. طيب ايه مشكلة العرضين دول، العرض القطري او العرض السعودي؟ حاجتين انا مش واضحين، يعني مين الشركات اللي هتخش؟ مش قايلين. طب انهي شركة من قطر هتخش؟ محدش قايل. هل صندوق الاستثمار القطري هيخش ولا لا؟ موقع العقاريه ما فسرش، بس ذكر عند السعوديه قالك 3.5 مليار دولار، ما معناه انها مش هتبقى مدينه ضخمه زي مثلا منطقه راس جميله او كده، لا هو بيتكلموا في حاجه صغيره. مش هنا الخبر، تشوف قد ايه الخبر الاساسي طالع من عند الامارات. قالك بقى الامارات عندها مشاريع كتيره جدا واضحه جدا. اول مشروع قالك الامارات عاوزه تبني منطقه رياضيه رفيعه المستوى نادره جدا في منطقه الشرق الاوسط كله، مدينة رياضية للطب العلاج الرياضي. شوف قد ايه، يعني هم عاوزين مثلا زي مثلا اسباير، اسباير دي موجودة في قطر واللعيبة تقريبا في الشرق الاوسط كله بيروحوا يتعالجوا في اسباير دي اللي موجودة في قطر. الامارات عاوز تعمل حاجة زي اسباير بس تعملها في منطقة الجلالة. شرط الامارات حاجة واحدة بس، ان المدينة الرياضية بتاعت الطب الرياضي دي ما تتكررش في اي محافظة في مصر، وما تحاولش الحكومة المصرية انها تطبق او تحاول تعمل كوبي تستنسخ يعني المدينة دي عند أي محافظة تانية في مصر، تبقى هي المدينة بتاعت الطب الرياضي الوحيد الموجود في مصر. هل دي حاجة تزعل؟ أبدا، يعني بالك هم بيتكلموا في استثمارات كبيرة جدا. طيب هل ده المشروع الوحيد اللي عاوزاه الإمارات؟ لا، الإمارات عاوزة تبني مدينة فوق سفح جبل الجلالة، وهم بيتكلموا على القمة، تبقى مدينة لاستضافة قصور الملوك والأمراء في العالم العربي، خلاص؟ وفوق سفح جبل الجلاله ده هيكون يعني منتجع سياحي من الطراز الرفيع، حاجه كده ما شفتهاش قبل كده. خلاص استثمارات ضخمه جدا هتخش بيها الامارات عشان تبني المدينه السياحيه دي. هل ده بس المشروع الوحيد؟ لا برضو، قال لك عاوزين يبنوا مجمع صناعي لصناعه الرخام، هيستثمروا فيه مبالغ مليارات الدولارات.
عشان يبنوا مجمع الرخام ده، وده هيكون حاجة بتنافس المجمع الموجود دلوقتي. لو في مجمع لإنتاج الرخام بينتج رخام الجلالة، توقع استثمارات إماراتية هتكون أضخم، يعني هيبنوا مصنع تقريبا ضعف المصنع الموجود دلوقتي. هل دي حاجة وحشة؟ أبدا، دي حاجة نرحب بيها تماما. خلي بالك الإمارات هتخش استثمارات كتيرة جدا، وكل دي مشاريع هتطور المنطقة بشكل كبير، هتعمل فرص عمل بشكل هلامي، هتدخل أموال غير طبيعية، لأن أي دولة هتخش تستثمر في الحتة دي هتدفع ثمن الأراضي اللي هم هيحصلوا عليها للتطوير. مش بس كده، دي هتخلي في مشاريع تانية تقوم جنبها. يعني أنا عاوز أقول لك حاجة، رأس الحكمة الإمارات ما دبتش فيها مسمار لحد دلوقتي، ما حفروش أي حاجة. طيب كمية المطورين العقاريين اللي داخلين حتة قريبة من رأس الحكمة غير طبيعية، يعني عندك بقى ياسين منصور داخل هناك، العبارة عاوز يطلق منطقة هناك، الكلام ده كله بيدل ليك ان اي منطقة المستثمرين بيشموا بس خبر كده انها هتقوم بيتسابقوا عليها بشكل كبير، وده يبقى استثمار كويس جدا، لان انت بتبقى ضامن ان المنطقة دي هتقوم في المستقبل واللي وراها الامارات. ده في رأس الحكمة، ما بالك في مدينة الجلالة هيبقى عاملة ازاي؟ طيب هل في مشاريع دلوقتي قايمة في منطقة الجلالة تستحق النظر فيها؟ اه طبعا، مشروع اسمه مشروع فيتالا. مشروع فيتالا ده بتاع مطور عقاري اسمه باتر هاوس، وعاوز اقول لك ده مشروع رهيب، مضمون جدا في الانشاءات بتاعته، مضمون جدا في الرهان مع المطور العقاري ده. ايه مشروع فيتالا؟ مشروع فيتالا ده على مساحه كبيره جدا وعلى ارتفاع 750 متر فوق سطح البحر، والمباني اللي فيه مساحتها 18% بس، الباقي كله غابات صناعيه ولاجونز وانهار وبحر صناعي كمان، فانت بتتكلم على مساحات شاسعة من الخضرة، وكمان منظر غير طبيعي قدامك بتبص على البحر من فوق هضبة الجلالة، فانت بتتكلم على مشروع خرافي. وخد بالك ان المشروع ده من الجيل الرابع، يعني البنية التحتية بتاعته عن طريق انفاق، يعني زي الصرف الصحي والكهرباء والتليفونات والانترنت، كل الحاجات دي معمولة في انفاق، يعني مش هتسمع بقى صوت حفر طول اليوم، ولا حد هيقعد يحفر عشان يطلع سلك كهرباء ولا حاجة، لا يا باشا، الحاجات دي كلها معمولة من الجيل الرابع. مشروع بدالة كل حاجة فيه منظمة للغاية، ومشروع معمول على أساسات صحيحة جدا. أميز حاجة في المشروع ده إن كل الخدمات موجودة هناك وهتلاقيها متوفرة، زي مثلا واي فاي مركزي، ساتلايت مركزي، الجو كمان هناك غير طبيعي، والجو هناك حلو جدا، مش هقول لك يعني، لأن المشروع مبني على هضبة الجلالة. في ناس تقعد تقول لك طب أنا هشتري ليه دلوقتي؟ طب أنا أروح واستثمر هناك ليه؟ هستفيد إيه؟ يعني انا دلوقتي قاعد في القاهره، ايه اللي هيوديني الجلاله والعين السكنه؟ فهقول لك ان انت ممكن تاجر العقار بتاعك هناك. فهتيجي تقول لي لا والله ما فيش حد اصلا هناك، اجر لمين ده؟ هقول لك انت ممكن تلاقي نفسك ماجره طول السنه هناك، لان في جامعه وفيها عدد كبير من الطلبه والدكاتره والمعيدين، وهناك في مصانع وفي مينا العين السكنه، ودي بقى فيها شركات عالميه كبيره جدا، وفي اجانب شغالين هتقدر تاجر لهم وتكسب من العقار اللي بتشتريه. وتالت حاجه، انت مش هتتعب نفسك وتدور على مستاجر، هي شركه باتر هاوس نفسها اللي هتاجر لك الوحده او العقار بتاعك، هم هيخلوه لك طول السنه شغال. وعاوز اقول لك تاني انهم خلاص قربوا يخلصوا المنتجع كله، وهيكون جاهز للسكن، وكل الخدمات بتاعته جاهزه للتشغيل، والمنتجع كله على اعلى درجه من الامان، وفي كاميرات في كل حته، وده يعتبر احسن استثمار. تخيل كده، ممكن تكون قاعد في مكانك والعقار بتاعك قيمته بتزيد، لا وكمان بيدخل لك دخل شهري لو اجرته، يعني احسن من لو حطيت فلوسك في البنك وخلاص، يعني فلوسك مضمونه وبتزيد كل سنه، كمان بيدخل لك فلوس ايجار كل شهر. فعايزك تعرف ان مشروع فيتالا ده مشروع هايل فعلا، ما ينفعش يعدي من تحت ايدك، ولو انت مستثمر او عاوز تحافظ على فلوسك هقول لك هتاخد 10% خصم على الشاليهات والفيلات لاول 100 عميل، كمان هتدفع مقدم 5% بس، و5% بعد 3 اشهر كدفعه استكماليه، وبقيه الاقساط على 7 سنوات دفعات متساويه. كمان باتر هاوس قررت انها تلغي رسوم التنازل، يعني الموضوع بقى سهل جدا عندهم، والاهم بقى انهم عاملين خصم 40% اللي يدفع كاش، وده خصم كبير جدا انت اولى بيه. المميز بقى ان باتر هاوس تبدا تسكين الوحدات بتاعتها شهر 7 القادم، يعني مشروع خلاص بيشتغل اوريدي، انت مش محتاج ان انت تحط فلوس وتستنى مشروع هيتبني ولا لا، بقول لحضرتك خلاص بيسكنوا الناس. ده حاجات مهمه جدا، هسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب ان نتكلم باتر هاوس وتستفسر منهم على مشروع فيتالا، لانه مشروع متميز جدا. الحاجه الثانيه هو حقل زهر. ايه اللي حصل في حقل زهر؟ وليه الفيديو مسمينه انفجار حقل زهر؟ الحقيقه الموضوع فيه لغط كبير قوي. موقع اسمه طاقه. موقع طاقة ده برضه مش موقع معارض، أنا ليه بحب أقول لك الكلام ده؟ إن هو مش موقع معارض؟ لسبب بسيط،
ان لو موقع معارض هتلاقي الحكومه بتتسابق، هتلاقي الحكومه انها بتحاول انها تنفي الخبر على طول اول ما ينزل، وتحاول انها تشكك في الموقع، تحاول تقول لك ده موقع مش صحيح. كان موقع طاقه طلع قال لك ان شركه ايني سحبت مركب بتاعتها اسمها سانتورينو. مركب سانتورينو دي مركب متطوره جدا جدا، بص من اكتر المراكب متطوره على مستوى العالم، لانها بتقدر تحفر لحد 12000 قدم، يعني انت بتتكلم على حدود 3500 متر، وفي نفس الوقت المركب دي مضاده للانفجارات، ومركب دي مركب استكشافيه. شركه ايني بتستخدم المركب دي في تطوير حقول. يعني عشان تطور حقل لازم تقعد تحفر ابار، ولازم تعرف انت بتحفر فين بالظبط. فبيستخدموا مركب متطوره جدا زي مركب سانتورينو دي عشان يقعدوا يطوروا في الحقول. الشركه وفقا لموقع طاقه قال لك والله الشركه سحبت المركب من حقل زهر. الحقيقه اول ما الخبر ده طلع عمل قلق كبير جدا، بس الحكومه صارعت وطلع متحدث باسم وزاره البترول وطلع نفى حاجه زي كده، قال لهم على فكره مركب سانتورينو دي اصلا ما كانتش واقفه في حقل زهر، وانتوا بتقولوا اي كلام. المركب دي كانت واقفه في حقل تاني، والمركب دي لما شركه ايني سحبتها ده كلام عاري تماما من الصحه وما حصلش. انما نشر عن سحب شركه ايني سفينه الحفر سانتوريني ده خبر غير صحيح على الاطلاق. هذا الحفار او هذه سفينه الحفر كان بتشتغل في منطقه اسمها شمال شرق حابي في البحر المتوسط، كانت بتحفر بير وانهت عملها وتحركت بعيد عن المنطقه. الغريب في الموضوع ان موقع طاقه ده يعني كويس جدا مع الحكومه المصريه، وموقع طاقه ما بيكتبش المعلومات عشان غرض سياسي، يعني مش موقع اخواني مثلا او هو له اهداف ابدا. عاوز اقول لحضرتك ان الموقع بيكتب لان ده حصل، هو تواصل مع مقر شركه ايني اللي في واشنطن. خلي بالك شركه ايني هي صحيح شركه ايطاليه بس المقر بتاعها في واشنطن. تواصلوا مع الشركه قالوا والله اصل دلوقتي الحكومه المصريه عليها ما يقرب ال 2 مليار دولار ديون. شوف قد ايه بقى، قالك عليها ما يقرب 2 مليار دولار ديون. انت عندك مثلا انت ديونك للشركات الاجنبيه العامله في النفط والغاز تقارب ال 4.5 مليار دولار. ما تخيلك ان انت نص الديون دي او ما يقرب نص الديون عند شركه واحده اسمها اين، لانها هي حفرت حقل زهر، وده اكبر حقل غاز. مش بس كده على فكره، دول اكتشفوا حقل تاني كبير باحتياطات 10 تريليون قدم مكعب من الغاز. ده حقل كبير جدا، بس على فكره ده لا يضاهي حقل زهر، لان انا شفت واحد طالع علينا في اليوتيوب يقول لك يا باشا ده اضعاف حقل زهر. حقل زهر 30 تريليون قدم مكعب. يعني انت بتتكلم في 10 وده 30، حقل زهر لا يقارن بالحقل ده. بس في نفس الوقت ده حقل ممكن يعتبر مهم جدا. الحقل ده هيشتغل امتى؟ عشان برضو في باشمهندس طلع وقال هيشتغل اخر السنه هجاز، برضو الحقل ده هيشتغل بعد سنتين او ثلاثه كمان. في حقل تاني عند الدلتا، هو ده اللي ممكن يشتغل قريبا، بس الحقل بتاع شركه ايني ده مش هو اللي هيشتغل السنه دي ولا حاجه، والكلام ده ممكن يكون كلام فارغ كمان. خلينا بس في شركه ايني، وهل فعلا سحبت المركب بتاعتها ولا لا؟ الحقيقه ان الشركه فعلا سحبت المركب بتاعتها، ولو المتحدث باسم وزاره البترول طالع ينفي يقول لك والله ما سحبوش المركب من حقل ايني ولا حاجه، ده المركب كانت واقفه في حقل تاني. عايز اقول لحضرتك ان الحقل التاني ده هو امتداد لحقل زهر عشان بس تبقى عارف. خلاص، فالشركه سحبت المركب بالفعل. طيب هل الشركه هترجع المركب بتاعتها تاني عشان تطور حقل زهر؟ الحقيقه لان خد بالك الحكومه المصريه قالت انها هتدفع من 20 ل 25% من مديونات شركات النفط والغاز العامله في مصر خلال اسبوعين. يعني انت بتتكلم الشهر الجاي خلاص هتكون الشركات خدت من 20 ل 25%. فشركه ايني المفروض لو خدت الحصه دي المفروض انها ترجع تاني المركب وتبتدي العمل تاني في حقل زهر. مال الخبر ده بانقطاع الطاقه؟ الحقيقه ده خبر جلل. ليه؟ اولا خد بالك ان حقل زهر الانتاج بتاعه منخفض اصلا، يعني خد بالك الحقل ده محتاج تطوير بمنتهى السرعه، فانت دلوقتي الانتاج المنخفض ده انت عاوز ان انت تطوره، ما يفضلش واقف كده. فالشركه بتسحب المركب بتاعتها، نوع من انواع الضغط. تاني حاجه خد بالك ان الشركه ابتدت انها تفور اول ما سمعت عن فلوس راس الحكمه وسط الحكومه المصريه. ولازم تعرف ان صندوق النقد اول ما عرف بفلوس راس الحكمه دي قال لك يا باشا ما تحطش ايدك عليها، دي فلوس هتروح لسداد الديون. ده امر يعني خلي بالك الفلوس دي مش هتقعد عندك. وقال لك اهم بند ان الحكومه المصريه تسدد ديونها تسددها لشركات النفط والغاز.
فواضح كده ان شركات النفط والغاز كانت متفقه مع صندوق النقد على ان فلوس راس الحكمه دي هيتم سداد ال 4.5 مليار دولار اللي هم على الحكومه المصريه. بس الخبر ده خبر مهم. انا ليه شايفه خبر كبير؟ لان الحكومه المصريه نفت. الحكومه المصريه لازم تعمل كده عشان تهدي الراي العام، بس انت لازم تعرف الحقيقه. خلاص يعني احنا هنا مش جايين نطلع نأيد بيانات حكوميه ولا ننفيها، انا جاي اعرفك الحقيقه فقط. وعلى فكره انا بقول لحضرتك اللي بيتقال بره، لان ده مش بيان عسكري، ده مش متحدث رسمي انا طالع اشكك في بيانه، ده راجل بتاع وزاره الطاقه. بس لازم تعرف ان فعلا الحكومه المصريه عندها مشكله في مديونيات شركات الطاقه العامله فيها. ده حاجه. الحاجه الثانيه لازم تعرف ان الحكومه هتبتدي تحرك اسعار رغيف العيش. ليه؟ لان يا جماعه رغيف العيش ده عباره عن تهريج بيننا وبين الحكومه، الحكومه بتضحك على الشعب والشعب بيضحك على الحكومه. يعني ايه؟ يعني يقول لك خد بالك رغيف المدعم ده بخمس قروش، ده من ايام عبد الناصر بخمس قروش ماشي، والحكومه كل ما تحط ايديها على الخمس قروش دول الشعب ايه يقول لك لا، والعيش وعيش وحريه والكلام ده كله صح. طيب العيش اللي بخمس قروش ده ما بيتاكلش اصلا، الحكومه فضلت تقلل من وزنه، تقلل من الجوده بتاعته، ما بقاش حاجه. وعاوز اقول لك حاجه، الخمس قروش دول اللي المواطن بيدفعها الحكومه بتدفع قصادها 125 قرش. على فكره ده مش كلامي يعني، ده الكلام اللي حضرتك هتسمعه بالظبط كده. انت عارف رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ حد عارف؟ طب انا اقول لكم، جنيه وربع. جنيه وربع، اصل في ناس ما تحبش تتكلم، يعني في ناس ما تحبش تتكلم. ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ هو عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام. فده تهريج، ده تهريج. ولازم تعرف ان انت ادام خدت قرض من صندوق النقد انت ملزم ان انت تصلح في البنود بتاعه الدعم، فانت هتضطر ان انت تلعب في سعر العيش. طيب احنا بنتكلم ان سعر العيش هيوصل 50 قرش، انا مش كده. على فكره الحكومه بتقول ان في تحرك محدود لسعر رغيف العيش، انا اعتقد ان هم هيحركوه ل 15 قرش او 20 قرش اعتقد يعني، وده برضو رقم ممكن يكون مش كتير بالنسبه للاسعار اللي انت شايفها دلوقتي. بص انت لو دخلت سوبر ماركت بص على منظر مهم جدا عند الكاشير، بص الناس اللي بترجع الحاجه عشان اسعارها غاليه، بص على الحته دي. وعلى فكره الناس اللي بترجع الحاجه عشان اسعارها غاليه ناس لابسين شيك جدا جدا وناس من الطبقات الغنيه. خلي بالك في كل ازمه اقتصاديه في طبقه بتتنسف وطبقه بتطلع. اي ازمه اقتصاديه بتعدي على اي بلد بتلاقي في طبقه بتتنسف تكون طبقه غنيه، وفي طبقه بتطلع بيستفيدوا بقى من الاوضاع، ما تعرفش بيجيبوا فلوس منين، الطبقه دي بتطلع. ده بيحصل تقلب للمجتمع. فعشان نرجع للموضوع، انا ما اعتقدش ان الحكومه هتحرك اسعار الرغيف في الخبز لمستويات كبيره، بس لازم تعرف ان هي هتحرك. الحاجه الثانيه البنزين، البنزين برضو طلع الرئيس السيسي طلع اتكلم ان لا مصر او الحكومه بتدفع 50% من ثمن البنزين. سامح حضرتك تسمع كده بالظبط. الوقود اللي في السيارات انت بتدفع 50% منه ولا يا دكتور؟ 50% يعني ايه؟ يعني لو عندي 150 مليار لتر وقود سولار هدفع لهم 150 مليار جنيه ولا مش كده؟ ما يعني وفقا لكلام الرئيس السيسي ان البنزين برضو ثمنه هيتحرك والدعم على البنزين هيتحرك. ولازم تعرف ان اسعار البنزين ممكن تسجل يعني اسعار حلوه. ده حاجه. كهرباء كمثل اللي بيحصل عند حقل زهر والمديونات الحكوميه الشركات الاجنبيه، لازم تعرف ان ده هيحمل على اسعار الكهرباء والدعم هيتشال من الكهرباء. اخيرا وليس اخيرا عشان ما اطولش في الفيديو قوي، في حاجه مهمه جدا. اللي احنا فيه ده قدامه قد ايه ويخلص؟ سواء بقى التضخم اللي احنا عايشين فيه، سواء بقى الاسعار اللي احنا بنشوفها كل يوم، الجنيه اللي سعره سعر فلكي قصاد الدولار، بتتكلم على 47 جنيه وده اصبح العادي يعني، كل ده هيتصلح امتى؟ الحكومه نفسها بتقول لك سنه، مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ممكن سنه تشوف ان الدنيا بتهدى. انا ما بقولش تتعدل، انا بقول لك تهدى شويه. يا رب يا رب يكتب لنا خير كلنا مع بعض في نفس البلد، وكلنا هنشوف ايه اللي هيحصل في الايام القادمه. اهم بند عند مصر حاليا توقف حرب غزه عشان الاقتصاد يتعدل. يا رب اكون شرحت حضرتك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب ننصر مصر، يا رب ننصر العرب، يا رب ننصر فلسطين، يا رب. تحيا مصر، سلام. لو قالوا لي ان في مكان بالجمال ده ما كنتش هصدق.
طريق شقة بين الجبال بيوصل لمدينة حضن البحر والجبل، كأنها لوحة مرسومة بريشة فنان. مدينة الجلالة، مدينة كلها حياة. اللي شايفه حلم او خيال، اوصف الجمال ده قول في ايه. اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة ايه. ده اللي شايفه خيال ببلدنا. شوفوا مصر عاملة ايه.